السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم مجددا في توقعات مباريات كرة القدم اليوم الجمعة. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. المهم كنعتذر على المدة الطويلة اللي ما حطيتش فيها الفيديوهات نظرا لظروف العمل، ما كيكونش عندي الوقت. المهم نتمنى نستدركوا الموقف ونشوفوا شي حل، ونبقى ان شاء الله نصيفط لكم الفيديوهات، نصيفط لكم التوقعات ديالنا. المهم راكم في البال. كما العادة اختاريت لكم بعض المباريات كما كتلاحظوا، مجموعة من المباريات. المهم ما نطولش عليكم، نبداو التوقعات ديالنا. بأول مباراة من الدوري السعودي بين فريق الخليج مع فريق الاتحاد. فريق الاتحاد اللي كيحتل المرتبة الثانية ب41 نقطة، مع التعادل اللي عنده مع فريق الرائد في المقابلة السابقة في غياب اللاعب هداف ديال الفريق اللي هو حمد الله. يواجه فريق الخليج في المرتبة 14 16 نقطة، فرصة للاتحاد للاقتراب من فريق النصر في الصدارة. لذلك حنا غادي نلعبو هاد المباراة، نلعبو فوز فريق الاتحاد. نعطيو دوس فرصايم. كذلك يمكننا نلعب هذه المباراة، عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. انتقل المقابلة الموالية من الدوري الهندي بين عفوا ماشي الدوري الهندي، من كأس من ربع نهائي كأس الهند بين فريق بنغالورو مع فريق كيرالا بلاسترز. فريق بنغالورو وكيرالا بلاسترز كلا فريق كيلعب في القسم الوطني الأول. بنغالورو من اصل 5 اخر مقابلات في الدوري عنده كلهم انتصارات، على عكس فريق كيرالا بلاسترز اخر 5 مباريات عنده 4 الهزائم وانتصار واحد. فريق بنغالورو اللي غادي يلعب في الميدان ديالو، هذه فرصه خصوصا نعطي واحد النسبه اللي هي كبيره 2.10. لذلك حنا غادي نلعبوا هذه المباراه فوز فريق، نلعبوا فوز فريق بنغالورو. ننتقل للمقابلة الموالية من الدوري الجزائري بين فريق شبيبات القبائل وفريق جمعية شلف. شبيبات القبائل في المرتبة 15 نقطة، جمعية شلف في المرتبة 13 21 نقطة. شبيبات القبائل مع مقابلتين ناقصتين، خصوصا أن المرتبة 15 ماشي ديال فريق شبيبات القبائل. فريق شبيبات القبائل ديما اللي كيكون في الصدارة في المراتب الأولى، هذه فرصة يستضيف الميدان ديالو ويبغي يفوز ويبتعد عن هذه الرتبه اللي هي الرتبه 15، خصوصا ان هذا يصادف الميدان ديالو. لذلك حنا غادي نلعبو فوز فريق شبيبات القبائل. تقرير المقابله المواليه من الدوري النمساوي القسم الوطني الثاني بين فريق فلوريد سفورل وفريق ستورم غراس. مباراة ديال القسم الوطني الثاني النمساوي أغلبية كيمشيو بعدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. أنا من بين مباريات اختاريت المباراة، كذلك كاين واحد مباراة أخرى ديال فريق فورست فيينا الذي يواجه فريق أستريا فيينا جوج، كذلك كذلك يمكن هي مباراة اللي غيكون في عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. بليز دي تروا بيت. تقرير المقابلة الموالية من الدوري الألماني القسم الوطني الثاني بين فريق ماجدبورغ مع فريق كيلا بلاسترز، عفوا بين فريق كايزرسلاوتن وماجدبورغ بطموحين مختلفين. ماجدبورغ اللي ابتعد عن مناطق الخطر، كايزرسلاوتن للاقتراب من هاندهايم اللي لعب على المراتب الصاعدة للقسم الوطني الأول. حنا هاد المباراة دي لعبو كلا الفريقين يسجلان، لعبو جول جول. انتقل المقابلة الموالية من القسم الوطني الثالث الفرنسي بين فريق افرانش وفريق باريس 13. افرانش في المرتبة 13 ب27 نقطة، باريس 13 في المرتبة 17 ب18 نقطة.
المستوى ديال فريق افرانش احسن من المستوى ديال فريق باريس 13، لا بالنسبه للاهداف كذلك لا بالنسبه ديال الترتيب. هنا المهم هذه لعبه المباراه فاز فريق افرانش، انا اعطيه 1 فرنسي. تقبل المقابلة الموالية من الدوري النمساوي القسم الوطني الثاني بين فريق سان بولتون مع فريق هون. سان بولتون في المرتبة الأولى ب 35 نقطة، فريق هون في المرتبة الثالثة ب 33 نقطة. آخر مواجهة فاز بولتون، كذلك فاز ديال هون. المهم احنا المباراة غادي نلعبو، عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. انتقلوا للمقابلة الموالية من الدوري الإيطالي بين فريق نابولي وفريق لازيو. نابولي في المرتبة الأولى ب 65 نقطة، على بعد 20 نقطة على فريق لازيو. فريق نابولي العلامة الكاملة، فريق اللي غادي للفوز باللقب، لقب البطولة، يواجه في ميدان فريق لازيو. حنا المهم هاد المباراة غادي نلعبو فوز فريق نابولي، أنا طيب 1 فرنسي. انتقلوا للمقابلة الموالية من الدوري الفرنسي القسم الوطني الأول بين فريق نيس وفريق أوسير. نيس في المرتبة السابعة ب 41 نقطة، على بعد 5 نقاط من فريق ريم. الفرق اللي غادي تلعب في كأس المؤتمر الأوروبي. أوكسي في المرتبة 16 ب 21 نقطة، والفرق ديال النزول. هنا المهم هاد المباراة غادي نلعبو فوز فريق نيس، أنا عطيه 1 فرنسي. كذلك بواحد النسبة ديال 70% حتى 80% المباراة دي تخرج بعدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. المقابلة الموالية بين فريق ريال سوسيداد وقادش من القسم الوطني الأول الإسباني. سوسيداد 43 نقطة، قادش 16 25 نقطة. فرصة ديال ريال سوسيداد الاقتراب أكثر وفي الترتيب. حنا المهم هنلعبو فوز فريق ريال سوسيداد. آخر مواجهة في الفيديو من الدوري البيروفي بين فريق سبور بويز مع فريق بي ناسيونال. تقريبا الدوري البيروفي تقريبا عدة المباريات، بدا الدوري الجولة الثالثة والجولة الرابعة. آخر مواجهة عرفت 3 الأهداف للا شيء، 3 الأهداف لواحد. المهم هذه اللعبة المباراة عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. المهم نتمنى ما نكونش طولت عليكم، تهلاو في ريوسكم إلى فيديو آخر وتوقعات أخرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.